أستاذ أيمن تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ، لو سمحت يا شيخ، أنا ليا سؤال. لو أنا معايا ذهب دلوقتي، من المفروض أطلع زكاتي عليه إيه؟ ذهب إيه؟ لو أنا معايا ذهب بتاعي أنا، يعني ذهب مصاغ، يعني ذهب حلي يعني؟ آه. طيب ده معلوش زكاة. احنا بنفتي بمذهب السادة الشافعية انه معلوش زكاة ومهما بلغ. تمام. طيب ولو انا مثلا معايا ذهب، انا مثلا اديته لحد، والذهب دوت مثلا كان من سنة او من اتنين، يا هل ترى دلوقتي لو انا خدته ده تبقى ربا فلوسه بزيادة ان هو ذهب، بس هو واخده ذهب زي ذهب؟ طيب انا اقول لك اللي فهمته من سؤال حضرتك، لان سؤال حضرتك وكأنه انت دلوقتي سلفتي حد غويشة ذهب، او سلفتي حد ذهب مصاغ، وكان تمام. لي عدد من الجرامات، ودلوقتي تمام. هو لما خد الفلوس ديت الذهب ضرب في السماء، فايه اللي حصل؟ فانت كنت مدياله جرامات ذهب دلوقتي، وكنت شرط عليه ان هو يرجعها جرامات ولا فلوس؟ لا، كان يرجعها لي جرامات زي ما واخدها مني جرامات، كويس. يرجعها لي جرامات. انا هنا سؤالي ده كده ربا؟ طب ما تسمعيني. طيب ما انا بقول لك اهو. تمام. فانت شرط عليه انه يرجع لك الجرامات، فهو يرجع لك الجرامات دول، بس الجرامات دلوقتي سعرها غالي قوي. خلاص، ده الدين بتاعه كان جرامات ذهب، وهو عليه انه يرجع لك جرامات ذهب، ودوت ملوش علاقه بالربا خالص يا ستي. امين. ربنا ان شاء الله يبارك لك ويبارك لك في مالك ان شاء الله.